نتكلم الآن عن الإسكال. الإسكال راح يكون له ثلاث مقاطع. أول مقطع نوضح فيه الخصائص العامة للإسكال، ثاني مقطع البيرد بونز، وآخر مقطع بيكون عندنا البيرد بونز. خلينا نبدأ أول حاجة بخصائص الإسكال. عندنا 3 سوتشرز موجودة هنا. أول سوتشر اللي هو الكرونال سوتشر زي ما أخذناه في الليكتشرز، هذا هو الكرونال سوتشر يقسم لنا الجسد انتيرير وبستيرير. هذا الكرونال سوتشر. بعد عندنا السيجيتال سوتشر اللي يكون في منتصف الإسكال بشكل عمودي، هذا السيجيتال سوتشر. وآخر واحد في البستيرير الإسكال اللي هو اللامدويد سوتشر. هذا اللامدويد سوتشر، لامدويد سوتشر، سيجيتال سوتشر، كرونال سوتشر. هذا بالنسبة للسوتشرز. ننتقل الآن شباب للفورمن أو الفورمنا. خلينا أول حاجة نشوف السبيرير فورمنا أو سبيرير فيو عفواً للسكن. أول فورمن موجود عندنا اللي هو الماجنوم فورمن، هو أكبر ماجنوم موجود، من خلاله يمر سباينال كورد. هذا الماجنوم فورمن. بعد كذا أقرب واحد له اللي هو الجاجولار فورمن، هذا الجاجولار فورمن موجود هنا. بعدين الأوفال فورمن، هذا الأوفال موجود هنا وشكله بيضاوي تقريبا، هذا الأوفال. بعده عندنا الريتندن، والريتندن ما يبان إلا من السبيرير فيو، يكون تحت السفينويد وينج، هذا الريتندن. والريتندم عفوا، هذا الريتندم. بعدين عندنا الأوبتيكال كانال، هذا الأوبتيكال كانال ممكن يكون أوضح لو جينا له من جهة العين. أوبتيكال كانال اللي هو هذا، هذا هنا. بعدين عندنا سبيرير وانفيرير اوبتيكال، سبيرير وانفيرير اوبتيكال فيشرز، والفيشر يعني كافيتي لكن يكون بشكل طولي زي كذا. هذا الاوبتيكال فيشر، هنا سبيرير اوبتيكال فيشر ويبان من الجزء العلوي، هذا سبيرير اوبتيكال فيشر. وهذا الانفيرير اوبتيكال فيشر ويبان برضو من الانفيرير هو هنا، هذا الانفيرير. اخر واحد موجود عندنا اللي هو الكاروتيد كانال، الكاروتيد كانال ما يبان الا من الانفيرير فيو، هذا هو الكاروتيد كانال، هذا اللي موجود هنا. طيب نطالع للفورمنا بشكل عام من الانفيرير فيو، ناخذ عليها ملخص سريع. عندنا هنا الماجنوم فورمن جاجولار، هنا جنب الماجنوم قلنا. عندنا الاوفال شكله كانه بيضاوي، هذا الاوفال. بعد الأوفال عندنا الكاروتيد، هذا الكاروتيد ما يبان إلا من الإنفيريير. عندنا الفيشرز، هذا الإنفيريير أوبتيكال فيشرز من داخل العين تبان السبيريير أوبتيكال فيشر. وعندنا الأوبتيكال كانال، هذه الأوبتيك كانال برضو تبان من هنا أوبتيك كانال. وآخر واحد قلنا ما يبان إلا من السبيريير اللي هو ريتندم، هذا الريتندم. طيب هذا كان بالنسبة للفورمن. خلينا نشوف الآن الأوربيت، واللي هي الاوربت والنيزل ابرتشر. الاوربت هو فتحة العين، هذه نسميها اوربت، وفتحة الانف نسميها النيزل ابرتشر. هذا الاوربت وهذا النيزل ابرتشر. اخر حاجة بقيت معانا اللي هي بارا نيزل اير سينوسيس، وللاسف ما هي واضحة عندنا في المجسم لكن واضحة في الصورة. عندنا الفرونتال، فرونتال جهة الفرونتال بون. عندنا الاثمويد، جهة الاثمويد. عندنا بعدين المكزيلري، برضو جهة المكزيلري بون. وآخر واحد اللي هو في اليسار سفينويد، برضو جهة سفينويد بون.